أنا بدأت مشواري الصحافي عندما كتبت خبر صغير ب يعني صرت مردد الخبر هذا عدة مرات بعد اجتياح سوريا للمناطق الشرقية أو قصر بعبدا ب 1993 بدأت تصير في لقاءات بين السوريين وبين جهات يعني مسيحية. كتبت خبر عن اللقاء بين الله يرحمه الشهيد إليح بيئة وبين بعتقد رئيس حزب الكتائب يعني ومجموعة بمنزل الوزير الدفاع السابق محسن دلول. وقتها تفاهم يعني في فريق آخر يعني هيك تفاهم الموضوع. أنا كنت أكتب بالديار يعني بدأت بجريدة الديار كتبت فيها. كتبت هذا الخبر إنه أخذ هيك شوي بعد. بعد بدي كتبت خبر تاني وبدأت بالكتابة. طبعا بده يكون في سعه اطلاع موضوعيه، ما بده يحط يعني رايه قبل المعطيات والوقائع والمعلومات. بده يقدم الوقائع، بده يعرضها بسرد متكامل على ضوء السؤال التقييمي انه هذه الوقائع انت كيف بتشوفها، بيعطي رايه. بس مش ببلش انه يقول انا بشوف وانا بحس وانا هيك يعني بشعر. بده يحكي وقائع ومعطيات ويربطها ببعضها وتكون مسنودة إلى يعني إلى قوة الحقيقة يعني. ومن هون ببلش يربطها ببعضه. ولأنه الصحافي ما بيقدر يكون بعيد عن أي حدث يعني بخلفية تفكيره، ما في يقول أنا متفرج إذا مثلا شايف حتى يمكن أي حدث بده يعطي رأيه. بده يكون عندك رأي بس رأي مش منحاز ولا متشدد يعني. ايه بتفضل فريق على فريق، بتعطي الشخص حقه اذا عمل مظبوط وتنتقد يعني انه اذا شخص خطا. بسيء المعلومات بحدث عم بيصير. انا هيدي المعطيات اللي بشوفها بتاهل الشخص يكون كاتب سياسي او محلل سياسي يعني هي ذاتها او صحافي يعني انه يكون ملتزم هذه المعايير. أنا وقت بالأحداث بال75 وما بعد طبعاً انضويت بحزب الكتائب اللي كان حزب يعني هو عنده قضية جدية في مواجهة يعني يومها الساعة الفلسطيني اللي سيطر على البلد بمرحلة يعني قليلة. بعدين إنه ما كملت إنه يعني قلت أبدا بمرة أنا يعني ما بميل إنه يكون يعني لأنه ما كنت متفرغ ما بميل يكون يعني هيك بهيكلية فعلية مثلاً مسؤول. أنا بحب العمل أو أميل الحبل إلى العمل الإحادي يعني. ما كان فيه كنا يعني بعدت. هلأ هيدي أول نقطة يعني بالنسبة لي. مستقل أنا بعتبر حالي مستقل، عندي خلفية اسمها خلفية الناس اللي نزلوا ب14 أدار يعني اللي بدوا اللي هني 14 أدار اللي مباعد ومباعد مبارح شفنا كيف يعني جزء من البيعة لما شفنا مجموعة مثلا من قيادات المستقبل هي غرقانة بالفساد مثل نادر حريري انه هذا المشنوع العيتاني انه وقت بدأت تنباع القضية وغير اشخاص انه هي لفت انه بهالقيادات السنية او بقيادات المستقبل ما بيعملوا سياسة لما يكون في فساد يكونوا تحت انضواء يعني الثنائي الشيعي اللي هو بيتحكم فيهم. من هون شفت هذا الواقع يعني اللي هي عم بقول لك مش 14 أدار هذا المشهد اللي بيعوا فيه الشهداء رغم انه الشهداء والتضحيات. انا الناس اللي بتقول بدها دولة المنطق العام العفوي بتقول بدي دولة، الناس وقتا قالت بدي دولة ما بدي حدا تاني غير انا، هيدا هو منحية يعني. انا مستقل مين بيدعمني؟ هذا السؤال كتير يعني بيتردد وبينحكى. ما بيدعمني حدا. هيدا في اشتراكات بنعمل بالموقع، هيدي هي في اصدقاء كنت اياهم بالمدرسه وبالجامعه بيعملوا مثل ما بيقولوا فلس الارمى اللي بيقولوا انه خي عم تحكي نحن وياك يعني بيعكس راينا، المهم بدكم واقفين على اجرائكم. هيدا هو مصدر الدعم عندي. أنا الخطأ اللي بشوفه
هو انه ترشيح العميد ميشيلون الى رئاسة الجمهورية. طبعا يعني اليوم ما فينا نضلنا واقفين محلنا، بس انه هذا صار، هذا الخطأ اللي عم نشوفه كله اليوم نتيجة هذا الخطأ. هلا يعني هن يبرر دائما كل فريق من زاوية انه اللي هن دعموه، ما فينا نضم فينا، بس انا بعتبر انه هذا الخطأ هو الاساسي، يعني بالجوهر بالخيارات الكبيرة، انه هذا فوز فرقاء، يعني انه يمكن قوات كتاب او 14 اضرار، يعني اللي هن غير انه اللي هن قيادات المستقبل عمل تسويات، ما بغلطوا بالجوهر، يمكن بخطوة بأداء معين، يعني أنا بأصره بإعطاء أكثر للشعب، اهتمامات أكثر، بعلق أكثر من صعيد، بس بالخيار الاستراتيجي منهم مغلطين، بس الظروف أقوى منهم بكثير. يعني اثنين مواطنين بيعرفوا يعني أوجاع العالم، بيعرفوا مين غلط، بيعرفوا كيف لازم البلد ينبنى بخصوصيته، حريصين طبعاً على يعني العمل السياسي إنه كل واحد يكون عنده رأيه، يعني هذه شغلة أساسية، إلا إنه كلنا عنا الوجع ذاته المشترك اللي بيخلي كل رب عائلة يقول إنه في حدا غلط بحق البلد، وهذا الشخص يعني لازم يتحاسب ولازم ينحكى عن أخطائه. ما أنا وأستاذ بأم وهاب يعني صارت بوقتها وانتهت بوقتها، يعني نعطيها بعد كتير، يعني لا أنا يعني عندي عشيرة تأخذنا أو حزب على خلاف معه، ولا هو هلا صارت بوقتها وانتهت هون بالنسبة إلي، مع أن يعني ما بعيش أنا الأحداث، لأنه أنا شخص صحافي بروح بعمل مقابلات بكتب مقالات، سواء هيك هيدا سقفة عنده، هيدا حدودة عندي، يعني هيدا الموضوع هيدا سقفة. في اصدقاء يعني مشتركين عم يحكوني، بس انه هلا الوضع ما في شيء، يعني انه نلهى الناس انه نحن وحكينا والتهينا، ما الناس عندها 100 هم، عندها ظروف اقتصاديه وعندها اولادها بالمدارس واقساط، انه ما في هذا، يعني ما في هذا العمل اللي بده يعني التركيز عليه، انه قادر بلتقى فيه اذا صار في صدفه يمكن نسلم. هيدا عم بحكيها البعض يمكن يعتبر انه اوف شو هذا المنطق، انه هيك الحياه بتكمل، ما فيك توقف في محل يعني معين. أنا هذا هيك بالنسبة إلي بشوف. أنا ما عم شوف بقى إنه في حركة حيوية أصلاً لمواجهة حزب الله. إذا بنحكي بالوقائع ما شفت حركة حيوية لمواجهة حزب الله. بشوف، والحيوية مش معناتها ميدانية يعني أو عسكرية. أنا أشوف مواقف سياسية كبرت زيادة، لأنه كان في لها علاقة بترشيح الثنائي للأستاذ تمان فرنجية، هون صار يستهدف حزب الله، بس قبل كنت أشوف أنا عملية هدوء من قبل الجميع في اتجاه حزب الله، ما كنت لاحظ هيك إذا بدي دقق يعني مواجهة عملية لا حزب الله، عم نحكي بالمجتمع بالسياسة بالإدارة بالمؤسسات، كان كله يبقى تحت سقف محدد، إلا أنه كان يتم تكبيره بالإعلام. شفنا كتير مشاريع ما نحكى فيها، ما توقفوا قدامها كل المعارضين تحت سقف أنه كل واحد بيعطيها عذر خاص، بس ما حدا عم بوجه الحزب بوقت إنه المنطقة رايحة على يعني مرحلة جديدة عم بيصير بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، ومرتقب إنه يمكن الرئيس إبراهيم رئيسي يزور المملكة العربية السعودية. في مناخ بالمنطقة جديدة، مش هذا لا يتطلب يعني المواجهة في لبنان بقدر ما يطلب يعني التكاتف لوضع إطار لفريق موحد بالفكرة نحو إنه دعم المؤسسات.
مواجهة حزب الله مش بس مطلوب. أنا دائما بقول أصلا كلمة يعني ما فيها جديد، ما حدا فيه يروح يجيب الأسلحة والصواريخ. هلا فتنا بفاز جديدة مع الأمم المتحدة والقرار الجديد، لأنه مطلوب يبين فيه يعني حدود لحزب الله أمام تمدده اللي صار بالظروف بالعهد السابق. الأمريكان كله يعني كل شيء ممكن تستنظروا منه، يعني صفقات بيقولوا بيعات، يعني عندي شغلة ما بتستبعد عن السياسة الأمريكية، خاصة يعني بلبنان تجربت يعني كتير بعدة محطات مع فريق فرقاء مسيحيين رهنوا على أمريكا، مع قوة 14 أدار اللي رهنت على أمريكا. يعني الأمريكان أو الإدارة يعني السياسة الأمريكية تتعاطى مع حساباتها يعني إذا بدك بخلفية تسويبية وتجارية، يعني شو بتأمن مكاسب لها. ممكن بلحظة يعني تفاهمات إقليمية كبيرة يكون في دور يعني الحزب مش بيستلم البلد، يكون عنده هامش يمكن اختيار، يمكن بعد اختيار رئيس يمكن يكون عنده نفوذ. يوم عم بيصير بسلطنة عمان بمسقط من اتصالات لقاءات بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، يعني ارتفع مستوى لم يبقى يعني فقط على صعيد الأجهزة الأمنية، يعني اطلاعات ما يسمى اطلاعات، والأمريكان يعني الحدث الثوري فتح هذا الخط وهون له بعد. طبعا في نقاش وفي تباين بس كله بتتوقعه من الأمريكان. أبرز الاحتمالات إنه البلد يروح على انتخابات رئاسية بتسوية بتفاهم بعد ما نعرف كيف بدها تكون، يعني إلا إنه في حراك على الساحة اللبنانية، يعني على ضوء تجهيزي، على ضوء يعني تراجع الحركة الفرنسية اللي بدها تكون يعني نهايتها مع آخر مشوار مرتقب للموفد الفرنسي لودريون. هنشوف حركة جديدة يعني بغطاء من اللجنة الخماسية للقطريين. يعني أنا هذا اللي يعني بشوفه، إلا أنه الفيدرالية هي ردة فعل على هيمنة عم بتصير من قبل حزب الله، يعني أو غير التقسيم مش وارد. التقسيم يعني بدك غير أبعاد وغير ديموغرافيا وغير قوة. البلد بده يبقى بهذا الواقع، إنما يمكن يصير في تعايش أفضل بالمستقبل إذا فتنا بهالأنيم بتسوية رئيسية وببلد شوي هادي وما بقى فيه هذا النوع الكبير من الصفقات والفساد. يعني ممكن قوة يعني خلص تنسجم تحت سقف دولة، إذا أجى الدولة يعني إذا أجى جمهورية متفاهمين على في فريق كمان رافض الفساد اللي هو عم ببين اليوم على نسق التغييريين يعني والمعارضين، بينسجم الأمور. بس أكتر من هيك البلد رح يبقى موحد، يعني ممكن تتقسم غير دول إلى مصلحة فيها إلى ظروف تفرض حالها، بس لبنان لا يتحمل هذا التقسيم. يعني والمنطق الدولي بقول خلينا نتعاطى مع دولة مش مع دولات لأنه تعيبة أكتر. مشان هيك البلد لا يبقى بهذا الوضع بس بتوتر سياسي يعني متصاعد ومتراجع.